الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز. فقال: عليك باليأس، عليك باليأس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه، عليك باليأس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. تلاحظون من أول شهر رمضان ونحن نذكر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل وصية بمعنى خاص وهدف خاص. فالنبي وصى كل إنسان بما فيه من سوء خلق أو ما فيه من تقصير ليصحح له حياته. فالوصية ما هي إلا تصحيح للحياة التي كان عليها الإنسان، كان على خلق مغاير لدين الله أو فيه تقصير من شرع الله، فالنبي يوصيه بالاستقامة بهذا الأمر. فاليوم هذا الإنسان الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسانا يحب دائما ما في أيدي الناس، يعني يحب أن يستغني بمال الغير، يحب دائما أن يكون له المعامل مع الغير، أن يأخذ من الناس أموالهم باسم التشغيل شغلن إياها، فيطمع في بعض هذه الأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بوصية، قال: عليك باليأس مما في أيدي الناس. المراد أن أيها المسلم كن صاحب ثقة بالله واعتماد على الله، لا تجعل مال الناس لك ذخيرة، إنما ادخر ما عند الله من الفضل، ادخر ما عند الله من الإحسان. أما الناس، التعلق بما في أيديهم يورث الإنسان الفقر. ولو الإنسان اعتمد على أموال الناس لافتقر أو لوقع في الحرام. متى الإنسان وثق بمال الناس، ناخذ من فلان من شغله، ناخذ من فلان من شغله، بحيث بده يشغله أدخل عليه الحرام أو أكل شيئا من الحرام،
فأبطل عبادته وأبطل صلاته، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا المؤمن أن لا يكن له ثقة بمال الغير، خليك دائما يائس من مال الناس، قدر أن الناس لا أحد يعطيك شيئا، فإذا كان كل واحد بخيل بماله ما رح يعطيك، أنت شلون بدك تدبر حالك؟ فاعتمد على وجودك، واعتمد على صحتك وقوتك وعلى عملك وإنتاجك، ولا تفكر بأحد من الناس ولا بمال أحد. متى الإنسان يئس من مال الخلق قويت ثقته بالله الحق، ومن لم يكن له ثقة بالله مال إلى الناس، لذلك يقولون من الإفلاس الاستئناس بالناس، من الإفلاس الاستئناس بالناس. متى ما فلس من محبة الله وفلس من التقرب إلى الله، صار بده مين يونسه، صار بده مين يجالسه، صار بده مين يحاسه. وهكذا إذا الإنسان فرغ قلبه من الثقة بالله والاعتماد على الله والتوكل على الله، صار بيلتفت إلى الناس، بده من هاد وبده من هاد، بده يشغل هاد ويشتغل مع هاد حتى يكون في عنده شيء من المال. وما عند الله خير وأبقى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ما إلى الناس، والله هو الغني الحميد. فإذا كان الله هو الغني، خلي ثقتك بالغني الذي لا تفرخ خزائنه، وقد ورد خزائن الله ملأ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أديش عم ينفق على الخلق والعباد، أديش أنفق؟ قال ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط. الإبرة إذا دخلناها في البحر ورفعناها شو بتنقص من البحر؟ هذا ما أنفقه الله منذ خلق الدنيا إلى زمنك، هالنقطة هي من فضل الله عز وجل، وما بقي في البحر هذا فضل الله. فلذلك خلي ثقتك بالله واعتمادك على الله، ولا تتكل على أحد من الخلق، فالخلق كلهم إما أن يكون بخيلا وإما أن يكون منانا. فالبخيل صفة من صفات أهل النار، والمن تحبط الأعمال. فيا بمن عليك، بيقول لك أنا أعطيتك يوم الأيام، كنت أنت لو ما أنا شو صار فيك، كنت كذا وكنت كذا. فيا منان يا بخيل. فليش لا تعتمد على إنسان يمن عليك أو يبخل؟ ما بتكون ثقتك بالله عز وجل. والله بيده ملكوت كل شيء، وما من عبد سأل الله إلا أعطاه. لكن لما بتسأل بوقت الإجابة يجاب، تجاب دعوتك، ولما بتكون عم تسأل بغير وقت إجابة أو ما عندك أهلية للإجابة فلا يستجاب لك. فمثلا الإنسان يحب الغنى، ما في واحد ما بيحب الغنى، يعني بيقول ما بحب الغنى ما صحيح، كل الخلق بتحب انه الله يغنيها. فإذا كان بتحب انه الله يغنيك لازم تتبع طريق الغنى. طريق الغنى عليه الصلاة والسلام بينه لنا، إذا الإنسان أراد أن يغنيه الله بسلوك الطريق. أول سلوك طريق الغنى قوله عليه الصلاة والسلام في ما أمرنا به أن نصلي الفجر في الجماعة ثم نذكر الله بعد الفجر،
أن نذكر الله عز وجل إلى طلوع الشمس ثم ننزل إلى العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: باكر الغدو في طلب الرزق، باكر الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح. ما هيك أبو تاج؟ يا أبو تاج السلام عليكم. باكر الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح، ونوم الصبح يمنع الرزق. نوم الساعة اللي بعد الفجر، نوم الصباح اللي بتنام بعد الفجر، هذه تقطع عنك الرزق، ونوم الصبحة يمنع الرزق. وأكثركم بعد صلاة الفجر شو بتكونوا؟ بتناموا. فلذلك أنت عم تقطع الرزق عن نفسك. فالنبي عم يفتح لك الباب للغنى والتوسعة، لكن أنت عم تقطع عن نفسك الرزق بنومتك بعد صلاة الفجر. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على فاطمة يوما فرآها نائمة بعد الفجر، فوكزها برجله صلى الله عليه وسلم وقال: يا فاطمة قومي فاشهدي رزق ربك ينزل من السماء، قومي فاشهدي رزق ربك ينزل من السماء. فبالساعة هي الأرزاق توزع، وانت حاطط راسك ونايم، فخسرت الرزق. هي واحدة. واحدة ثانية: طلب النبي منك حتى تكون غنيا، قال: صلة الأرحام بر الوالدين، وصلة الأرحام توسع الرزق وتزيد في العمر. رزقك كل ماله بيزيد وبيتوسع وعمرك بيطول، هذا إذا كان وصلت الرحم. كمان أنت قاطع الأرحام، ما بتزور أقاربك ولا أقارب والدك ولا أقارب والدتك، ما بتزورهم، لذلك قاطع الرزق. هي تاني واحدة. هي صفتين لقطع الرزق. ثلاثة: إذا رأيت، هدول أحاديث النبي عم بحكي لكم إياها، إذا رأيت وهنا في بدنك، الوهن ضعف، شايف حالك حاطط جسمك، إذا رأيت وهنا في بدنك وقساوة في قلبك وحرمانا في رزقك، هي ثلاث مصائب. إذا رأيت وهنا في بدنك وقساوة في قلبك وحرمانا في رزقك، محروم من الرزق، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك، دخلت بشيء ما بيعنيك. شفت واحد رايح، شو وين رايح؟ شو حاملنا بإيدك؟ شو أخذ بإيدك؟ هذا كله ما لك حق أنه تسأل عنه، هذا كلام لا يعنيك، منين جاي؟ وين كنت؟ عند مين كنت؟ هذا أموره خاصة ما بيصح حدا يسأله عنها. فسؤالك هذا كلام فيما لا يعنيك، وما دام ما بيعنيك تأخذ ثلاث بلايا بهالكلمة اللي حكيتها: قسوة القلب وحرمان الرزق وضعف الجسد. فهذا إذن اللي عم يخلي الإنسان يفتقر مين؟ أنت عم تفقر حالك. فالله عز وجل وسع عليك الرزق وأنزل عليك الرزق، لكن أنت عم تعمل أعمال تحرم نفسك من الرزق. كذلك الذنوب كذلك تمنع الرزق. فشوف كم واحدة عامل أنت. فلذلك المؤمن هو الذي ييأس مما في أيدي الناس، خاصة في هذا الزمان. إياكم أن تعاملوا أحد، خلي قرشك بجيبتك، قرشك بجيبتك إلك، متى ما طلع من جيبتك صار لغيرك، ما بقى لك له، خاصة إذا دينته، خاصة إذا قلت له شغل لي ياهن،
بيعطيك اول شهر، بيعطيك ثاني شهر، بعدين بيقول لك عظم الله اجركم، خسرنا، ما بقى لك شيء، مع السلامه. لك اخي المبالغ والمال راح خلاص. لمين بدك بقى تشتكي؟ بتقيم الدعوه، بتحط قد المصاري، وبعدين بيقول لك مع السلامه، بيطلع بريء، وانت بتطلع بدك تحط تكاليف المحكمه. ما هيك هذا؟ هلا فلذلك خلي قرشك بجيبتك، الك شغل اشتغل فيه، مالك شغل صمده. اما ان تعامل الغير فمعامله الغير صارت بهالزمان فن، كل واحد بيتفنن انه ياخذ المال بشكل بحيله بغير حيله، بس انه يحصل على المال. ومتى ما اخذ المال صار كانه النمر، كل ما بدك تساله ببهدلك، كأنه انت المحتاج له وهو الغني عنك. فلذلك يا احبابي، يلي بده يسعد لا يملك حدا ولا يعطي احد. قرشك بجيبتك الك، بده يشارك. هلا القرش قرش الك، لما بتشارك بيصير قرشك نص قرش، صح؟ نص. إذا شاركت واحد، وإذا شاركت اثنين قديش بتاخذ؟ ثلث. ثلث هذا إذا صدقوا. وإذا كان واحد صار يخبي بيطلع لك من الثلث ربع الثلث. فخلي دائما الإنسان يشتغل يا ابني بماله، لا يمد إيده على مال الغير. إيا عليك باليأس مما في أيدي الناس. والله خاطب النبي قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تلتفت للمال، لا تلتفت للجاه، لا تلتفت إلى ما أخذ الناس، هذا أخي منين جاب، وهذا شلون جمع هالثروة، وهذا شو بدك بهذا وهذا. اشتغل وجد وصمد واقتصد، الله بيغنيك. والنبي أعطى القاعدة العامة، قال: ما عالى من اقتصد، يعني ما افتقر من اقتصد. ما دام في اقتصاد ما بتفتقر أبدا. مين إذا مين اللي بيفتقر؟ المبذر، يلي عم يبذر ويصرف بدون تدبير وبدون حساب، هذا اللي بيفتقر. أما يلي بيقتصد وبيكون عنده حساب الاقتصاد فلن يفتقر أبدا. صلى الله عليك يا رسول الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الله عز وجل يخاطب النبي: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أخذوا من الدنيا لنفتنهم فيه. المال فتنة إذا لم يكن في طريق الإيمان وطريق الهداية. هذا إذا كان الإنسان طلب. أما إذا أتى الإنسان أتاه شيء من غير طلب فهذا لا يجوز للإنسان أن يرده. كل شيء أتاك من فضل الله لا يجوز لك أن ترده. في ناس بيعملوا حال أتقياء، واحد قدم له هدية بيقول: أخي أنا ما بأخذ شيء، أنا ما بأخذ. لك أخي هدية إجتك، ما بيأخذ، هذا من جهله ابني، بيظن حاله أنه فهمان، بيظن حاله أنه يعني زاهد أو ورع، بيطلع ما فيه فهم ولا فيه فقه. النبي عليه الصلاة والسلام قدم مالا لسيدنا عمر، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله لست بحاجة إليه، لو أعطيته إلى من هو أفقر مني، أنا مالي بحاجة، أعطي غيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه يا عمر، خذه، أجتك هدية لا ترد. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، لا أنت عم تطلب
ولا عم تطلع انه شو عم يعد شو في معه، لا عم تطلع عليه ولا عم تسأل، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، فخذه في رواية ولا ترده فإنما ترده على الله. إذا رديته بترده على الله. السؤال ممنوع في الإسلام أن تسأل، أما إذا أتاك هدية من أي مخلوق فلازم ما بتردها مهما كانت قليلة أو كثيرة. واحد بيقول أخي والله أنا ما بحاجة أعطوها لغيري، ما دام إجتك لازم تقبلها. الهدية تقدم للملوك، بيقبلوها ولا بيردوها؟ يعني الملك بيكون في حاجة؟ لا، الرئيس بيقدموا له هدية للرئيس بيقبلها، ما للحاجة. الهدية تعبر عن محبة، والهدية دائما النبي قال تهادوا تحابوا، فإذا كان في هدية توقع المحبة بين القلبين، أما من غير هدية ما بكون فيها الحب هذا. فإذا أتاك شيء تقبله، أما صاير الناس من الحلال بيرفضوه والحرام بيقبلوه، مشان الدين بياخذ من هذا وبياخذ من هذا، وعظم الله أجركم. وإذا واحد جاب له هدية بيقول له أخي أنا ما باخذ، أنا هدية ما باخذ، أنا مالي بحاجة أعطي غيري. النبي قال له خذه يا عمر، خذه فتموله، فإن كنت بحاجة إليه فتموله، وإلا فتصدق به، لما ما بكون بحاجة أعطي غيرك. أما ترفض العطاء فلا يجوز للعطاء أن يرفض مهما كان قليلا كان أو كثيرا، ما دام في هدية. أما أنت تطلب أو أنت بنفسك تطمع بمال الغير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وهذا اليأس في أيدي الناس، لما تميل إلى ما في أيدي الناس، سببه الطمع. لذلك النبي شو قال له؟ ولا وإياك والطمع، لا تطمع بمال الغير، لا تطمع بحق الغير، لا تطمع بعرض الغير. الطمع ما هو إلا فقر حاضر، تظهر بأنك شديد الفقر، طمعان، بده مال، بده من هون وبده من هون، منين ما كان بس بده يجمع، هذا طماع. والطمع نوعان، طمع محمود وطمع مذموم. الطمع المذموم شرعا هو أن تطمع بمال الغير أو تطمع بعرض الغير. واحدة متزوجة وزوجها مستورة هي وياه، تحط عينك عليها تفسد على زوجها عشان أنت تتزوجها، هذا بريء من الإسلام، هذا ليس من الإسلام. النبي قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب مملوكا على سيده. خبب بمعنى أفسد، ليس منا، بريء من الإسلام. ما دام متزوجة وعندها زوج أو متزوج، فسواء المرأة بتجي للرجل بتتم معه حتى يميل إلها، وإذا بده يميل إلها بتقول له بتطلق مرتك، ما برضى أنا لتطلق مرتك، أو هي بتجي أو هو كمان بيميل إلها حتى تطلق جوزها مشان يتزوجها. إذا طلقت زوجها ما عاد فيها خير، إذا زوجها اللي أنعم عليها في أول حياتها ما طلع فيها خير إله، لا حيطلع فيها خير إلك. فهذا الطمع، وإياك والطمع فإنه الفقر، فإنه الفقر الحاضر. فالمسلم ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمع، هذا الطمع المذموم. أما الطمع المحمود أن تطمع برحمة الله، أن تطمع بمغفرة الله، أن تطمع بنعمة الله، هذا الطمع الذي يوصل الإنسان إلى رضوان الله تعالى. والنبي طمع عليه الصلاة والسلام، مرة
سأل أصحابه رضوان الله عليهم، قال: أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ وكل الناس ثلاث أرباع وأنتوا الربع. قالوا: الله أكبر. قال: إني لأطمع بفضل الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. تحبوا تكون الثلث؟ الله أكبر، شيء عظيم. قال: إني أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. كل الأمم النص وأنتوا لحالكم نص الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام طمع، لكن بإيش طمع؟ طمع أن تكون أمته من أهل الجنة نصف أهل الجنة. الربع ما بيكفي، ثلث ما بيكفي، النص ما بيكفي، في رواية الثلثين، أن تكون ثلثي أهل الجنة. والنصارى واليهود وكل الخلق اللي من غير الدين بياخذوا الثلث. هذا الطمع، أن تطمع بفضل الله، أن تطمع برحمة الله، أن تطمع بما عند الله عز وجل. والصحابة كذلك طمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالصحابة حتى ذهب ثلثاء الليل، يعني تلتين الليل النبي عم يصلي فيهن، يعني من المغرب حتى الساعة 12:30 للواحدة وهو عم يصلي فيهن. الساعة واحدة كل واحد يروح على بيته. ثم انصرف النبي إلى قبته في المسجد، راح لحاله يتعبد لحاله. فقال سيدنا أبي ذر، قال: لقد طمعنا يا رسول الله أن تقوم بنا إلى الصبح. نحن طمعنا أن تصلي فينا على بكرة للصبح. شو ما تعبتوا؟ هذا الطمع، طمع أن يبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الفجر. هذا الطمع المحمود، اطماع في الطاعة، في العبادة، في عمل الآخرة، طمع بتلاوة القرآن، طمع بذكر الله. هذا الطمع المحمود في الإسلام. أما الطمع المزموم في الإسلام هو ما كان عن طول أمل، بدنا نعيش، بدنا ندبر حالنا، بدنا ناخذ من هون، نرتب هون، نفعل هون. طمع بمال الناس مشان يأمن حياته. فمتى ما طمعت معناه تفتقد. فالغني كل الغني من قنع بربه بأنه رزاق، وإذا قنع بأن الله هو الرزاق فيا هنيئا له. بعض الأحباب أراد أن يتزوج، عم يطلب بده وحدة عندها مال، عندك كذا، قلت له: لا يا ابني، بدك تستغني؟ قلت له: إذا بدك تستغني اسمع كلام الله وخذ من كلام الله. شلون؟ قلت له: الله عز وجل قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فبتحب الله يغنيك ولا بتحب أنت تطلب الغنى؟ والله غنى الله غير. قلت له: خذ فقيرة والله يغنيك. وهذا الذي حصل، سبحان الله. أجت وحدة فقيرة لكن عاقلة، عاقلة، والعاقلة دائما دائما بتسعى أن تكون في حركة في بيتها، حركة مع زوجها. ما في قاعدة يلي بتقعد بالبيت بدون حركة بدون عمل، هي امرأة ميتة بقالب حي، جسمها حي لكن همتها ميتة، حياتها ميتة. تلاقي بيتها وسخ، بيتها مكنفش، بيتها دائما ما في حركة، بتحب دائما تقعد على التلفزيون ثلاث ساعات واربع ساعات ما بتمل، تكنس البيت لا تقيل عليها. هي امرأة ميتة في قارب حي. اما ورد في القصص المضحكة يلي حصلت
وردت عن بعض الأولياء رضوان الله عليهم، بعض نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مقدر نعجد إلى عن بعض أولياء الله. واحد أتى إلى بعض الأولياء رضوان الله عليهم، عم يشكي له الفقر والضيق والحاجة، قال له اتزوج. قال له أنا ما عم بحسن شبع حالي، منين بدي اتجوز؟ قال له يدبر حالك تجوز، إذا تزوجت رزق المرأة تجي، ممكن يكون رزقها موسع الله يوسع عليه فيه. فتزوج امرأة، طلعت إن الطيور على أشكالها تقع، التنبل شو بده يجي؟ اجته واحدة تنبلة مثل حكايته، قاعدة عم تستنى لقمة الأكل لحتى يحط لها إياها بتمها. زاد فقره فقر، صار كان بده ياكل لحاله، صار بده ياكل ويطعميها. لك يا بنت الحلال ما في حركة، ما في شغل. ارجل عند الشيخ، قال له يا شيخي طيب انت قلت لي اتزوج، يصلي هلا شهرين اكل مالي لورا، إدابة العافية تبعي دبرني. قال له اتزوج. قال له اتزوجت. قال له واحدة تاني. قال له اللي عندي إيه ما أدران طعميها ديرني. قال له ايه كمان زوج يا سيدي. قال له انت جاي عم تسألني، انا عم اقول لك تزوج. معنى الزواج يعني شي واحدة تكون فهماني عاقلي. تزوج واحدة تانية، خطب زوجوا واحدة تانية، طلعت مثل الاولانية، تنبل خانة كسولة ما عندها حركة، قاعدة البيت بوسقه لك قومي كنسي، ما بتعرف الا تقعد وتاكل، بدها دائما تحش على حنك. شهرين ثلاثه كم ما بده ياكل، ما عاد هو يحسن ياكل. هدايت معه طعمينا، نحن زوجاتك بدك تأملنا اكلنا بدك كذا. بعد ثلاث اربع شهور لعند الشيخ، راح لعند الشيخ قال له سيدي كسرت الظهر تبعي، كسرت ظهري. قال له خير ليه؟ قلت لي يتزوج ما في شغل ولا في قاعدة، فقر ضيق. قال له ابني يتزوج. قال له سيدي سيدي والله تنتين عندي صار. قال له يتزوج. خلص الشيخ، كلام الشيخ كلام الشيخ حق يا ابني، جوز. تزوج الثالثة، طلعت شريكة الرفقاء مثل حكايت هون، ثلاثة تنابل كسالة، ثلاث تنابل في البيت، وهو التنبل الرابع شو بدهن يلحسوا مثل الدبب، بدهن يلحسوا سفر رجلهم، الدب بيلحس سفر رجله بيقعد أربعة أشهر بلا أكل. أما هاي لك قاعدة، وصل للموت دابت عافيته، اجى عند الشيخ قال له والله ما عاد احسن بدي حطلع الكل. خير؟ قال له ما في شيء. قال له تجوز. لك يا سيدي والله صاروا ثلاثه عندي. يمدح حريشك شو ما فيك مخ، لك عم يقول لك تزوج وحده تكون واعيه فهماني الحياه، ما حي الله واحده على عماها شلون ما كان بسم الله توكلنا على الله. فتش على واحدة تكون فيها فهم فيها عقل. فهم على الشيخ ثالث رابع مرة، زوج واحدة. اجت هذيك حركة، اجت للبيت، شو قاعدة عم بتساوي؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نشتغل؟ قاعدة ما في شغل، نستنى لقمة الأكل لتجي. أخذت من هي جاكيتها، وأخذت من هي ملايتها، وأخذت من هي أواعيها، نزلت اخذتهم على السوق، باعتهم، اشتريت فيهم صوف، وجيت قالت لهم اغزلوا، اشتغلوا بالغزل. اشتغلوا بالغزل، اخذت الغزل باعته، ربحت فيه، جابت كمان اشتغلوا باعت وربحت، صارت من المرابح، يعني صار اربع مصانع فيه، اربع مصانع صار بالبيت عم يشتغلوا.
شغلتهن، ما عاد اجن عند الشيخ. فالشيخ بعد ذيك شهرين ثلاثة شهر قال لك ابني شو حالك؟ قال له سيدي الله فوضها لفوق. خيف؟ قال له والله اللي اجت الرابعة اجت حركة، شغلتهم كلهم، كلهم شغلتهم. قال له هلا طلق اللي بتحبها وخلي اللي ما بدك اياها طلقه. قال له سيدي الأربعة اللي حخليهم. انه صار المرابح عم تشتغل، صارت الأربعة بدال الواحدة. هيك يا ابني، فخلي الواحد يكون حركة. أما التنبل الكسول الله لا يبلينا فيه، الله لا يبلينا بالكسل ولا بالتنبل، لأنه هذا من أفقر الفقر. وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. لا تطمع بما عند الناس، خلي طمعك بفضل الله، خلي طمعك برحمة الله. ثم قال النبي الوصية الثالثة، قال له وصلي صلاة مودع. صلي صلاة وأنت مودع، يعني كأنك تودع الدنيا بهذه الصلاة. النبي مثل هذه المثال صلى الله عليه وسلم لما الإنسان يحكم عليه بالإعدام. قبل الإعدام شو بيحكوا له؟ شو إلك تمنية؟ شو إلك طلب؟ شو إلك؟ واحد بيقول لهم بدي أشرب، واحد بيقول لهم باكل، واحد بيقول لهم. واحد أول من سن سنة القتل سيدنا زيد، قال لهم خلوني صلي ركعتين. هي سنة الموت حتى يختم حياته بالصلاة. فالنبي قال لما بدك تصلي لاحظ انه هي اخر صلاة لح تصليها، اخر صلاة بدك تختم حياتك فيها، لح تودع الدنيا بهالصلاة. فشلون لازم تصليها؟ الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، هيك بسرعة، هي اخر صلاة، ولا لازم تصلي الصلاة متقنة بحضورها بخشوعها بادابها؟ هذا يا ابني اللي بده يصلي الصلاة يلي هي آخر صلاة له. صلي صلاة مودع، يعني اللي حيودع الدنيا بهذه الصلاة. وإذا اللي حيودع الدنيا فيها معناتها بدأ يكون فيها خشوع، فيها حضور. وصلاة لا خشوع فيها لا ترتفع إلى السماء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يصلي يعبث بلحيته، هو بالصلاة عم يمشط لحيته، هو بالصلاة هلوتا. فقال النبي لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. خشوع، يعني خشوع بين يدي عظمة الله. لما بيوقفوا قدام الملوك بيوقف ولا حركة، بين يدي عظمة الله. شلون؟ فبدك تكون دائما في حياة الخشوع والحضور كما كان الصحابة يصلوا رضوان الله عليهم. نصير مثلهم ما لح نصير، لكن أقل ما يكون اعمل ولو بالمية خمسة، بالمية خمسة قد ما كان إلك مربح، بالمية اثنين إلك مربح. أما ما في شيء تطلع خسران. الصحابة رضوان الله عليهم كان واحد من الصحابة عم يصلي، وكان دائما في حال الخشوع في صلاته. فالصحابة مجتمعين شافوه مغمض وعم يصلي عم يقرأ، فقال أحدهم للثاني هل تراه خاشعا أم مرائيا؟ النعسان يصحي، نعسان اليوم شو رأيكم، خاشع ولا مرائي؟ عامل حاله انه خاشع وناس ملاح؟ لا خاشع، لا مرائي، قاعدين اربعة خمسة. قال افحصوا امتحنوا، امتحنوا شوفوا خاشع ولا غير خاشع. فقال بعضهم بما نمتحنه، هو في الصلاة.
قال صبوا الماء في عنقه. هو عم يصب يصلي كتوا مي برقبته، اذا نأز بيكون مرائي، واذا كان خاشع ما بيحس. يا سبحان الله. فقام احدهم فاتى بماء مغلي سخن فصبه في عنقه نقرته، فانسلخت جلدته لكنه لم يتحرك بحركة، ما في حركة. فلما أنهى الصلاة أجا أحد مع رفقاته قال لهم أجد في عنقي حرقة، ما بعرف ليش عم تحرقني، شوفوا لي شو فيها. ما حسيت شو هي، كتينا مي برقبتك، لا حس بالمي ولا حس من هذا. شو هي هذا بقى؟ شو رأيكم؟ ما مي غليانة، خلينا نكت لكم مي باردة. ما مي دباني إذا وقفت على وشك ما عم تحسن تتحمل. ما هي الله عز وجل يتوب علينا. فهذا خشوع الصلاة. مين منكم مذهب حنفي يرفع أصبعته؟ هاي من قرشاي حنفي، والشيخ داود حنفي، مين كمان حنفي؟ ارفعوا. ليش خايفين؟ في أحناف خايفين. يا ترى الحنفي بتصلوا على المذهب الحنفي ولا بتصلوا على المذهب الحنفشعي؟ مذهب الحنفي كان يصلي أبو حنيفة وهو في التشهد سقط من السقف حية وحنش أسود ومعه الأفعى، سقطوا من اثنين بحضن أبي حنيفة هو في الصلاة ويلمعه. قالوا فوالله ما تحرك فيه شعرة. بحنا مين حنفي على هالمذهب؟ شو رأيك بقى انت حنفي على هالمذهب؟ مين حنفي؟ امام حية وافعى وحضنه. امام بتحسن لو كان ابنك رمى الطابة بين اجريه بتنقز وانت في الصلاة، فوين يا ابني الحضور والخشوع؟ هذا الخشوع يا ابني ما بيجي بالحكي، الخشوع بده ذكر الله. يعني ما بكون ذاكر لله يا ابني ما بيحصل معه الخشوع. فصلي صلاة مودع، ودع الدنيا كأنها آخر صلاة بدك تصليها. معناته شو لازم نعمل؟ حكينا لكم نحن هلا 1%، أما في أقوى، في هي أخذنا يعني 2%، أما في 10 و15 و25 و100%. فلو بدنا نحكي الفوقانية ما حدا بيحسن عليها، لكن الله يرضى عنهم شلون كان خشوعهم في صلاتهم، لأنه كانوا ذاكرين يا ابني. والذاكر بيمتلئ قلبه بهيبة الله، فإذا وقف في الصلاة يشعر بأن الله معه، وإذا شعر أن الله عز وجل معه بيمتلئ قلبه خشوع، بيقشعر جلده وهو يقرأ، بيقشعر الجلد. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا ابني الخاشع في صلاته. وصلي صلاتك وأنت مودع. تحسن ولا تصلوها الصلاة وأنت مودع؟ لاحظوا أنه هي آخر صلاة. هلا قدامكم صلاة الظهر، لما بدك تصلي لاحظ أنه هي آخر صلاة لح تصليها. العصر لاحظ آخر صلاة لح تصليها. شو بدك تصلي؟ سمع الله الحمد لله، الله السلام عليكم ورحمة الله، بده بس يهرب. تأنى فهي آخر صلاة، اخشع فيها بين يدي الله. إذا تمرنت مرة على مرة تجي ساعة من الساعات بتصلي الصلاة بالأربع ركعات ما بتشعر إلا بعظمة الله، ما بتجي فجأة. بالتدريب يا ابني درب حالك، هالصلاة هي بتجعل في قلبك خشوع.
وكل ما زدت فيها كل ما بيزيد الخشوع، فممكن أن تقف فتصلي صلاة لا توسوس فيها أبدا. الله يوفقنا وإياكم لهذه الصلاة. آخر الحديث، وهذا بدنا نحصلكم اياه شوية حتى تنتبهوا له. قال: وإياك وما يعتذر منه. إياك يا مسلم أن تعمل عمل ثم تندم عليه وتعتذر منه. لو بتعذرني أخطأت، ماني عرفان كذا، فقبل العمل. إياك أن تفعل عمل، أن تعمل عملا تعتذر منه، لأن الاعتذار صفة من صفات المسيء. المسيء عم يعتذر، ليش؟ لحتى تقع في الإساءة. من قبل ما تفعل دائما حسوب حساب لقدام، إذا فعلت كذا شو بيصير، إذا حكيت كذا شو بيصير، فدائما حسوب الحساب لقدام. بيطلع خلقه، بيغضب، بيحكي، بعد ما غضب وحكى لون لا تأخذوني، والله أنا ما بعرف شو صار لي. شو ما بتعرف شو صار لك؟ يعني فقد وعيه أو فقد عقله. بينما النبي عم يقول لك انتبه، اوعى، كل شيء يعتذر منه بعد عنه. يعني لا تزل نفسك بالاعتذار، لا توقع نفسك في تهمة النقص في عقلك أو تفكيرك أو هدفك. قبل ما تتكلم حسوب حساب، أما حكى وبعد ما حكى بيقول له دخيكم بعتذر، والله أنا أخطأت. معنى ذلك أنه ما كان في وعي، معنى ذلك ما له دارس الإسلام الدراسي الجيدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته. أي أمر بدك تعمله انتبه لآخرته، فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضه. إذا آخرته خير وعزة وكرامة اعمله، وإن كان شرا فانتهي، لا تعمله. صلى الله عليه وسلم. فهون لازم الإنسان ينتبه قبل ما يتكلم، يوزن كلامه، يوزن الكلام. ممكن كلمة تجرح، ممكن كلمة توقع الأسى، ممكن كلمة توقع عداوة، فلا تتكلم إلا بعد ما تعرف شو بدك تحكي، شو نتيجة الحكي اللي بدك تحكيه. هذا يا ابني المؤمن يلي لا يحتاج إلى الاعتذار. وإياك وما يعتذر منه، لأن الاعتذار ذكره الله في القرآن صفة من صفات أهل النفاق. قال الله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. ونزلت آية ثانية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا. وذكر الله أهل النار بقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هي صفة من صفات أهل النار. فالاعتذار إذن في الإسلام لازم تنتهي، ما تفعل فعل تطلب منه العذر، بعتذر وأخطأت ولا تأخذوني، والله ما بعرف شو صار معي وما كنت بوعي، يعني كنت مجنون. أما تزل نفسك بين الناس بأنك مجنون، هذا المعتذر نبي نهى أنه يعتذر. طيب إذا واحد أخطأ معنا ثم أتى يعتذر، فما هو موقفنا؟ هو أخطأ، وكل إنسان مبني على الخطأ، أخطأ وأتى إليك يعتذر، فما هو موقفك أمام من يعتذر؟ يعني عم يقول لك أخي أنا أخطأت،
عملت خطأ وجاي هلا اعتذر، شوف شو بتحب تضربني، بتحب تسبني، بتحب تسامحني، انا اخطأت، عملت خطيئة، عملت ذنب، عملت معصية، لكن ما لي قاصد، فانا بعتذر. فالواجب على المسلم اذا اتاه رجل، اذا اتاه اي انسان يعتذر، ان تقبل منه العذر. واجب على كل مسلم قبول العذر سواء كان محقا او مبطلا، معه حق او ما معه حق، بدك تقبل منه العذر. واذا ما قبلت العذر، اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبوة، قال صلى الله عليه وسلم: من أتاه أخوه متنصلا، يعني معتذر من ذنبه، تنصل عميل لك أنا أخطأت وندمت على خطأي وأنا بعتذر، من أتاه أخاه متنصلا من ذنبه فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا. بده يقبل منه العذر لو كان على باطل، بدك تقبل منه، ما له حق بال منه، فليقبل من ذلك محقا كان أو مبطلا. فإن لم يفعل ما بقبل منك عذرك، روح أنت واحد كذا لك عم بعتذر، ما رضي يقبل العذر. قال: فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض، يعني محروم من شربه من حوض رسول الله، حرم من شرب حوض رسول الله لأنه لم يقبل العذر. متى ما اعتذر خلاص تقبل منه، قل له الله يعفي عنك وغفر الله لنا ولك، مع السلامة، خلاص بلنا عذرك. طيب ممكن يقول والله ضحكنا عليه، خلي هو يقول ضحك، بس انت قبال العذر حتى ما تحرم من شفاعة النبي من شربك من حوض رسول الله. وفي حديث آخر كمان في قسوة، نسأل الله السلامة، قال صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة، جاي وعم يقول لك أنا عملت معك ناقصة وأنا بعتذر، فلم يقبلها، من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل صاحب مكس، مكس كان عليه مثل صاحب مكس. شو المكس؟ يلي بياخد الضرائب من الناس، يلي بياخد الضرائب. والنبي أخبرنا قال: آخر رجل يخرج من النار من المسلمين رجل يقال له جهينة. أديش يعذب في النار؟ يعذب في النار 80,000 سنة. شو كان شغلته؟ كان شغلته مكاس، يعني ياخد الضريبة من الناس، لأنه اللي بياخد الضرائب الناس هذا بيدفع له شوي بيخفف له الضريبة، وهذا بيدفع له شوي بيخفف الضريبة، يعني خفف الضريبة من يلي دفع له، معناتها ضيع على الدولة. ما كان الدولة بدها تبني دولة، بدها تبني جيش، بدها تبني، فمشان ينتفع هو ضيع على الدولة. فأشد عذاب في النار للمكاس يلي بياخد الضرائب. مين اللي عليه مثل ذنب المكاس؟ من اعتذر إليك فلم تقبل عذره، فأنت بذنب كذنب مثل صاحب مكس، يعني مثل اللي بياخد الضريبة، هذا يسمون العشار، بياخد العشر أو بياخذ الضريبة من المال. نسأل الله السلامة، كأنه ما قبل العذر، فلا يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام وله وعليه مثل صاحبي مكسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم،
بشرار الخلق. ألا أنبئكم بشراركم؟ بلى، حكى عدة أشياء، ثم قال: الذين لا يقيلون عثرة. الإقالة المسامحة، والعثرة الزلة، أخطأ فأنت ما سامحته بخطأه، ما سامحته بزلته. يلي لا يقيل عثرة يعني ما بسامح بالزلة والخطيئة، فهذا من شرار الخلق. الذين لا يقيلون عثرة، شو الإقالة؟ المسامحة. بتقول له أخي أقلني من هالبيع، يعني سامحني، بدي أرجع. ما عجبه البيع، اشترى مثلا بضاعة ما عجبته، قال له أخي أقلني منها، يعني رجع لي إياها وسامحني، بيرجعها. أقلني يعني سامحني. أن لا يقيلون عثرة ولا يصفحون عن زلل. زل ابنك أخوك جارك زل، وقع في زلة، إذا وقع في زلة صفاح سامح، خلي قلبك أبيض، لا يكون في بقلبك حقد على أحد. متى ما سامحت بدل على صفاء القلب. قال ولا يصفحون عن زلة، آدم متى ما علي بالخطيئة بيعملها دقه دوسه، دائما عملت كذا فعلت كذا، لك أخي ما خلصنا منها، بيجيب له إياها بعد 20 سنة. هذا لا يصفحون عن زلة، عن زلل. ولا يتركون هفوة، يعني بيلحق الناس عن ناقصة، عملت كذا، انت ساويت كذا، على الكلمة. لا يتركون هفوة ولا يقبلون معذرة، لو اعتذرت له ما بيقبل. ولا يغتفرون ذنبا، إذا أذنبت معه كمان ما بيسامحك ولا بيعفي عنك. فهذا من شر الخليقة، شر خلق الله تعالى، يلي الخلق من أخلاقه. هو حديث طويل. ألا أنبئكم بشراركم؟ تحبوا صلى الله عليه وسلم. الذين لا يقيلون، شو معنى لا يقيلون عثرة؟ يعني ما بيسامح بخطيئة أو بذنب. ولا يصفحون عن زلل، الزلة يلي واحد بيكون ماشي بيتزحلق، هي شو اسمها؟ زلة. كمان واحد بيكون على الإيمان بيخطئ، بيعمل خطأ مثل الزحلقة. فلو اعتذر إلك ما عم تقبل زلته، ما بتصفح عنه، ما بتعفي عنه. ولا يتركون هفوة، الهفوة حكى كلمة طلعت معه هيك خطأ، ما بيترك له إياها. أنت حكيت يوم كذا كذا، لك طيب يا ابني استغفرنا وسامحنا، ما بيترك. ولا يتركون هفوة ولا يقبلون معذرة، ولو اعتذرت له ما عم يقبل. ولا يغتفرون ذنبا، إذا أخطأت معه بتقول له والله أخي أنا أخطأت أذنبت، ما بيسامحك ما بيغفر. الحمد لله يا ابني يلي الرحمة بإيد الله، والله يا ابني هذا من فضل الله يلي الله خلى الرحمة عنده. ولو ملك للإنسان لهلكنا بعضنا البعض، لهلكنا بعضنا، لكن الحمد لله الذي جعل الرحمة ملكا، ملكا له جل وعلا. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. حفظت الحديث، هي وصية جديدة اليوم، ها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قديش اليوم برمضان؟ 1. إذا العشر الثالث بدأ، 21. التمسوا ليلة القدر بالليالي المفردة، يعني الليلة اللي جاي 22، هلا 23 و25 27 29، عندكم 4 ليالي التجئوا إلى الله فيها، واسألوا الله من جوده وفضله لعل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. إلي أخ كتب له سحر،
فأخذناه إلى أحد الأحباب الملتزمين فقرأ عليه وقال يجب أن تمهلوني لمدة 20 يوم، وقال لنا سيقرأ لنا على الماء لنسقيه عليه، لكن المشكلة أنه يغضب كثيرا، فيضع يده على عنقي ثم يريد أن يخنقني، فأخوتي يكبرون أو يذكرون الله في أذنه فيبكي. هل في مجال تعطونا من وقتكم؟ والله يا ابني أنا ما عندي وقت لحياتي، ما عندي وقت. فتعالوا لعند الأستاذ محمد، في عنده بيحكي لكم عن يلي عنده. أنا بالنسبة لهالأوقات ما عاد اشتغلت هالشغلة، يعني بدهم يعني اجي لعند الله يضاليك هذا وجدته، هذا الكزلك اللي ضايع له، واحد كزلك بيضيع. لمين هذا الكزلك؟ هذا الكزلك اللي ضايع له، وين هس فيه؟ لا إله إلا الله، وقعت لتحت بيظهر. هلا بطلعوا من تحت. فموضوع السعر، هذا الموضوع انا مالي فاضي له ابدا. انا عم بشتغل بشغل يا ابني اكثر بكثير، واسال الله ربي يجعله خالص لوجهه الكريم. فلذلك يلي صاير معه، في بعض احباب مختصين بذلك، تروحوا لعنده ويتقبل الله منا ومنكم. درس الأموي اليوم درس الأموي وين؟ اليوم الظهر. وين الدرس؟ بالأموي إن شاء الله، لنتمم سورة